محطه وسهيل سات بتتعمل خبر صناعه قطري هتوقع عليه كل مباراتكم في القدم، فده هياثر على نايل سبورت، وفي انخفاض كبير جدا في الاشتراكات، وبعدين سهيل سات بيبقى على مدار مختلف، فمعناه اذا نقلت كره القدم وفي اشتراكات ابتدى القبر المصري نايل سات يضعف، وبالاضافه في الاعتبار ان في ميزانيات ضخمه هتضخ في الدراما اللي هي قوتك الناعمه الرئيسيه، فانت داخله على مشكله كبيره، ثم ان البرامج السياسيه بتاعتك غالبا، يعني انا بحترم كل الناس وفيهم حضرتك اللي بيحاولوا في ظروف صعبه يحافظوا على القدر الممكن من الحريات وحق القارئ والمشاهد في المعرفه، لكن انا اقل من اي مرحله سبقت، وعندي السمه العامه الصراخ الاعلامي في البرامج المحطات الدوليه والاقليميه وحتى محطات الاخوان بيقدموا الصوت الاخر، فاذا لم نستوعب الصوت الاخر داخل بلدنا وعلى قمرنا وفي محطاتنا بيبقى عندي مشكله ان الناس هتروح هناك. فجبل الجليد الغاطس انا عندي في المشهد العام فوق السطح كلنا متفقين ان وضع الاعلام المصري غير صحي وغير طبيعي وفي تدهور متزايد فيه وقدرته التنافسيه مش موجوده، لكن هنا اول ما اقول قدره تنافسيه بتكلم عن جبل الجليد الغطس، ببص على الاقليم وببص على التاثير وببص على المنظومه الاعلاميه ككل. انا عندي مشكلتين، قوتي الناعمه وهنا الدراما اساسا يعني بتتراجع، وعندي قدرتي التنافسيه في جذب المشاهدين واستقطابهم نتيجه انخفاض سقف الحريات بتتراجع. ده جبل الجليد الغاطس اللي بيضرب البلد في دورها الاقليمي وتاثيرها وحجمها. وبالتالي لما بنتكلم عن منظومه اعلاميه انا عاوز اكون منظومه اعلاميه صحيه. جاء عندي مشكله بس المباريات عملت لفت نظر. والحقيقه الموضوع ده ما اتناقش، وانا بدي حضرتك تفتحي النقاش، يعني انا يعني تسنى ليا في انا سمعت رئيس مدينه الانتاج الاعلامي، رئيس نايل سات، صوت القاهره، رئيس جهاز المنافسه، الكل شايف ان في خطر حقيقي على المنظومه الاعلاميه المصريه. فانا لما قلت وجهه النظر دي الجبل الجليد الغاطس كان بناء على معلومات، اذا قلنا الكلام ده وتقدر تجيب كل الضيوف الاعزاء ذكرت اسمائهم يتكلموا ايه مشكله نايل سات وسهيل سات، ولان احنا ممكن لو وصلنا في يوليو ما اتفقناش مع بين او شبكات الجزيره بمعنى اخر يعني، فممكن يبقى في مشكله في بس المباريات. يمكن الخبر الايجابي بالنسبه لجمهور الكوره في مصر اطاحه عيسى حياته، لان ده ممكن لان كان في موقف متشدد في المساله دي، لان الحقيقه لابد من تمكين الدول الافريقيه على الاقل جمهورها من مشاهده مباريات بلده في البطولات الافريقيه، يعني صحيح. يعني مش بهذا الشكل، ويبقى جزء من العقود وجزء من الالتزامات يعني. فانا بظن المشكله مشكله الاعلام المصري جبل الجليد الغاطس اللي بيظهر قوي، انا بتصور ان في تحديات ضخمه. وخلينا نفتكر ان الدور الاقليم المصري والهيبه المصريه واللهجه المصريه في السينما وفي الدراما وانت نجوم سبيرو طلعوا وهم الحقيقه قدموا نموذج، والناس بيشوفوا بسبيرو زمان المستوى يعني. فانا عاوز لكن عايزين نفتح الملف والناس تتناقش كيف نعيد الاعتبار للاعلام المصري. هنا في جانب ليه علاقه بالدوله واجراءات وترتيبات طبعا مطلوبه منها، في جانب اخر مش عارف حضرتك شايفه او مقيمه ازاي، الشارع نفسه هل لسه مقبل على يعني على الاعلام على البرامج السياسيه، شايف نفسه على الشاشات زهق؟ لو انت حصرحك وانت يعني كنت موجوده في فترات مختلفه في المحطه دي وانت عارفه حجم التاثير كان موجود ايه. لما انا باجي اعقم الاعلام او بخفف سقفه قوي وبعض مؤسسات الدوله بتخش تعمل قنوات فضائيه خاصه وده مش دورها، واهمل مسبير اللي هو الجهاز العام، ايه اللي بيحصل؟ ايه فالناس بتبتدي تروح لمحطات اقليميه او دوليه او حتى الاخوان بتبتدي تروح اللي عاوزه تسمع صوت اخر. ايه اللي بيحصل؟ عندي سؤال مهم قوي نفسي حد في الدوله يجاوب عليه، من الذي يحدد اجنده المدينه؟ انا اقدر اقول لك دلوقتي في هذه اللحظه نمره واحد شبكه التواصل الاجتماعي، لا صحف ولا الفضائيات. بدليل بيقول الحاجه كل الحاجات اللي الدوله اتفاعلت معاها او عنف وزير او اقيل وزير كله على شبكه التواصل الاجتماعي، مش في الاعلام، في دايما في وكثير الاعلام بياخد من واخرها
اخرها تصريحات وزير الصحه بشان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فطلع رد وعنف. حصل فين الغضب ده؟ عرفنا من فين موقف. ردات الفعل وحجمها والاساءه التي قدمها نظام الحكم كله حصل عرفتها من فين؟ عرفناها من شبكه التواصل الاجتماعي. الكلام ده انعكس باستثناء مره حد او الثاني، لكن ما انعكسش لا في الصحافه بشكل قوي ولا في الاعلام. في اقاله وزير عدل مش وزير واحد نتيجه تصريحات.